أخبار اليوم. احمد طه رئيس مركز تحديث الصناعه في حوار لبوابة اخبار اليوم. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. كنا حابين نعرف النهارده الهدف من المؤتمر من المعرض اللي شغال النهارده كان ايه؟ الهدف منه في الاساس هو تنشيط الصناعات الصغيره والمتوسطه والبيع بتاعها، في نفس الوقت ان احنا نشتغل على جزئيه تعميق المكون المحلي علشان نقدر ان احنا نعوض الموضوع بتاع الدولار ومشكلتنا في استيراد المكونات. فبالتالي المعرض بينقسم عندنا قسمين أساسيين. القسم الأول احنا ربطناه ما بين المنتجات بتاعة المصانع الصغيرة والمتوسطة اللي موجودة في مصر واللي بتطلع منتج مصري مش بنجمع منتج مصري، والمشروع بتاع الإسكان التعاوني والإسكان الاقتصادي. جبنا هذه النماذج، بنينا هذه النماذج وفرشناها بالكامل منتجات مصرية من الألف إلى الياء علشان نقدر ان احنا نسهل ونساعد اخواتنا اللي بيبتدوا حياتهم. احنا عندنا على سبيل المثال للحصر شركة مقدمة حل متكامل متكون من 3 غرف نوم وانتريه وسفرة ومطبخ، سعره 39,900، ولو زودنا شوية الادوات الكهربائية من تلاجة وغسالة والكلام ده هيبقى في حدود 50-55,000 جنيه. اعتقد ان ده سعر محترم جدا لاي حد بيبتدي حياته. عدد شركات المشاركة ونوعيتها؟ احنا عندنا 124 شركة مشاركين في المعرض الأساسي اللي هو في تجهيزات البيوت واللي فيه النماذج، وعندنا 124 شركة مشاركين في الجزء بتاع تعميق الصناعة والمكون المحلي. الغالبية العظمى من الشركات اللي موجودة في قطاع الأساس، عندي حوالي 46 شركة في قطاع الأساس، عندي 38 شركة في قطاع الصناعات الهندسية وهلوم جرى، يعني الأغلبية العظمى في الكيماوية وفي قطاعات يعني الكيماوية والهندسية والمفروشات والمصنوعات الخشبية. البرنامج اللي شغالين عنه حاجه ضمن المعرض اللي فيه ده ان شاء الله، هل ليه خطط تانية او معارض تانية هتعمل فعلا على مدار السنه اللي جايه اللي هو ايدك تقريبا البرنامج بتاع النهارده؟ انا ما اعرفش ايدك طبعا، انما اللي انا اعرفه ان احنا بعد ما الوزير شرفنا بالزياره وافتتاح المعرض نقبل ان احنا نلف بهذا المعرض مصر ان شاء الله، نروح لاهالينا في مختلف الانحاء، وفي نفس الوقت نامل ان احنا نطلع بمنتجاتنا المصريه بره برضه باسم بلدنا ان شاء الله. الفكر بتاع المشروعات الصغيره المتوسطه دلوقتي اصبح هو الفكر السائد وبالذات متناهيه الصغر، كنا عايزين نعرف برنامج مركز تحديث الصناعه لدعم هذه المشروعات شكله. احنا الشغل بتاعنا من ساعه ما ابتدينا في 2002 مركز على الصناعات الصغيره المتوسطه، يمكن اضفنا بكثافه شويه في 2013 متناهيه الصغر اللي هي الحرفيه واليدويه، وفتحنا لها منفذ بيع في عمر افندي في مهندسين سميناه كرييتيف ايجيبت او مصر الابداع. في نفس الوقت احنا بنقدم للشركات اللي بتشتغل معانا كل انواع الخدمات، اذا كانت بتحاول ان هي تحسن المنتج بتاعها، اسلوب انتاجه، طريقه انتاجه، عايزه شهادات جوده، عايزه تدرب العماله بتاعتها بالتنسيق مع مجلس التدريب الصناعي، عايزه تشوف اسواق جديده، عايزه تعمل خطط تسويقيه او ترويجيه. كل العناصر بتاعه البيزنس احنا بنشتغل فيها مع الشركات الصغيره والمتوسطه وحاليا متناهيه الصغر. تحدثنا عن المعارض الخارجية وتمثيل مركز تحديث الصناعة بالصناعات المصرية في الخارج، كنا حابين نعرف ايه خطة المركز الفترة اللي جاية في المشاركة في المعارض الخارجية. احنا مركز تحديث الصناعة طبعا المعارض ده ملف مسؤول عنه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ولكن احنا في دور لينا احنا بنخش في برضو المنتجات الحرفية والتراثية. السنة اللي فاتت احنا طلعنا 3 معارض في اوروبا لغاية ديسمبر اللي هو كرييتيف، طلعنا في بازار برلين في المانيا، طلعنا في الارتيجيانو في ميلانو، وطلعنا في برشلونه شهر ده، يعني كمان يومين ان شاء الله احنا طالعين اندكس في دبي، وبعد كده مع السنه الماليه الجديده احنا داخلين بقى على امريكا وداخلين على كندا وداخلين على الصين واليابان ان شاء الله. طيب حاج، لو انا صاحب مشروع صغير او مشروع حرفي وعايز اخد استفيد من الامكانيات بتقدمها لي مركز تحديث الصناعه، ايه المطلوب؟ حضرتك لازم يكون معاك الحد الادنى من الاوراق، لان انا بشتغل مع القطاع الرسمي والقطاع الرسمي فقط.
ما يفرقش معايا مقاس الشركة ايه، ولكن المهم ان هو يكون مقنن الوضع بتاعه، وخصوصا لو هو بيطلع منتجات يدوية او حرفية. لو منتجات يدوية او حرفية يا اما يكون شغال تحت مظلة الجمعية اهلا وسهلا، او يكون عنده بطاقة ضريبية وسجل تجاري. لو طلعنا شوية عن كده اللي هو بقى مصنع، يبقى لازم يكون عنده سجل صناعي او يكون عنده رخصة لتشغيل هذا المصنع بنشتغل معاه على طول، ويكون عنده على الاقل حد ادنى 10 عماله دائمه مؤمن عليه. دي الشروط بتاعتنا ببساطه. يعني الخدمات اللي بيقدمها المركز، احنا بنقدم خدمات زي ما قلت لحضرتك من شويه في مجالات التسويق، التصدير، الابتكار، التصميم، الانتاج، التدريب، كل انواع الخدمات اللي تخدم المصانع علشان يقدر ان هو يطلع منتج تكلفه اقل ومنافس في الاسواق. الدعم اللي كان بيتقدم لمركز حياة الصناعة كنت اعتقد كان مليار تقريبا وكسر، هل نعرف كام دلوقتي؟ لا، هو احنا ابتدينا في 2002 بتمويل من الاتحاد الاوروبي 250 مليون يورو. طبعا هذا المبلغ لم يصرف بالكامل، احنا لازال فاضل معانا جزء من هذا المبلغ عشان الحسد بس يعني. فاحنا هذا المبلغ في الوقت الحالي لسه بنصرف منه. ابتدينا نؤهل الشباب بتوعنا اللي شغالين في المركز انهم يقدموا خدمات مباشره للعملاء بنفس نسب الدعم اللي احنا كنا بنديها للشركات. قانون بتاع مركز تحديث الصناعه كان بيقول كل شركه ليها مبلغ في حدود 900,000 جنيه تقدر ان هي تستغله في الخدمات اللي احنا بنقدمها. ابتدينا نغير شويه بس في النسب بتاع الدعم. انا كنت ببتدي ب 10% وبنتهي لغايه 100% لو هو عايز خدمتي كمدير مشروع، لان احنا ما نبرع فيه هو اداره المشروعات، وبعد كده هو بياخد الخدمه بتاعته على حسب تسلسلها، على حسب خطه واضحه احنا بنحطها مع بعض. حضرتك تحدثنا عن ملف المشروعات المتعثره او المصالح المتعثره، ايه دوركم فيها وبتقدموا خدمات ليها برضه، وكم مصنع تقدم لكم لغايه دلوقتي؟ الموضوع ده طبعا موضوع قديم من ايام الدكتور محمود عيسى الله يرحمه، وكانت بدايته ان هو عامل ايه، عايز يعمل حصر للمصانع المتوقفه وليس المتعثره. وهالمصانع المتعثره نتيجه لاحداث 25 يناير لما ابتدينا نقدم وابتدينا نشوف المشاكل حجمها ايه. كان في عندي اكتر من 40% من المشاكل مشاكل امنيه. طبعا حضرتك الفتره دي كانت فتره فيها انفلات امني كبير جدا. بعد كده الموضوع هدي شويتين لانه كان بيعمل حصر فقط لاكثر ولا اقل. لما جه منير بيه فخري عبد النور وزير الصناعه السابق ابتدى يشتغل على نفس الملف ونزلنا اعلانات مره تانية، وصلنا الى حصر ما يقرب من 871 شركه. للاسف الشديد انا كمركز تحديث الصناعه بشتغل مع الشركات القطاع الخاص فقط والصغير والمتوسط. لقينا من العدد اللي قلته لحضرتك دلوقتي عدد كبير جدا شركات قطاع اعمال، لقينا شركات تجاريه، لقينا شركات متعثره ومتوقفه عن الانتاج من التسعينات. وكل شركه قدمت لنا، احنا نزلنا عملنا لها زياره ميدانيه. بعض هذه الشركات عباره عن حته ارض ما عليهاش اي حاجه اصلا، بعضها الاخر سور او هانجر ومفيش مكان او مكان عفى عليه الزمن. المشكله اللي واجهتنا في هذه الجزئيه تحديدا ان احنا ندقق في اللي احنا بنشتغل عليه. كان في تمويل خصص في 2013 قيمته 500 مليون جنيه ان احنا نشتغل على هذا الملف مع البنوك ومع الشركات المصانع المتعثره. للاسف ما كانش في اليه واضحه. الاليه اتحطت، النهارده موجوده اليه محترمه جدا قابله للتنفيذ، ومفروض ان احنا في خلال الفتره القصيره الكبيره سيتم انشاء صندوق لتمويل المصانع المتعثره بناء على الاليات اللي بتقول ان انا بجيب شركه اداره تخش تدير هذا المصنع بصوره معينه، تعمل اعاده هيكله لهذا المصنع بصوره معينه لغايه ما بيقدر ان هو يقلب في البالانس شيت بتاعه من ان هو خساره الى ربح. بعد كده شركه الاداره دي بتتخارج وتديها للشركه الام الاصليه بتاعتها. ده ببساطه شديده فكره عمل الصندوق يعني. راس المال هيكون كام وهيبدا التنفيذ في امتى؟ المنتظر يعني ان شاء الله. احنا بنتكلم في البداية ده هو المفروض يكون في حدود 150 مليون جنيه، مبلغ مش كبير. ما هو رقم هزيل مقارنة بال 500 مليون او المليار او واتيفر اللي كان موجود قبل كده. بس خلينا نقول ان الاليات لم يتم تشغيلها،
فانا محتاج زي ما بيقولوا كده احط 5 لتر بنزين الدنيا اشتغلت اقدر ان انا بالظبط. هتلاقي بمجرد ان ما الاليه تثبت كفاءتها ويبتدي يبان زي ما بيقولوا المكنه تطلع قماش هتلاقي ناس تانية كتير جايه بتحط فلوس وهياتي على راسهم البنوك الكتيره المحترمه اللي احنا شغالين معاها. طيب التنفيذ ان شاء الله يكون امتى احمد بيه؟ احنا بقالنا فتره مستنيين التنفيذ يكون سريعا من المفروض ان هو من رئاسه الوزراء دلوقتي موجود على مكتبه عشان يطلع قرار انشاء الصندوق في خلال الكام يوم الجايين ان شاء الله. تحدثنا عن الشرايح او المستحقين الاصليين من المصالح المتعثره او المتوقفه، لقيتهم كام بعد الحصر ده والناس اللي فرستوها او ركنتوها وانها غير مناسبه؟ الجزء الاول احنا بنتكلم في حدود 40 45 مصنع، ده المجموعه الاولانيه اللي ممكن ان هي تعوم، لان طبعا انت في عندك مصانع فيها تاكل راس مال بنسبه 100% فده خلاص بالظبط كده يعني مات، ما اقدرش اعمل فيه حاجه للاسف الشديد. المشكله ان كل تاخير احنا بنتاخره عدد المصانع بيزيد، يعني بيبقى في ناس بينا للاسف بتقع الناحيه الثانيه، فاحنا محتاجين ان احنا نعجل شويه بالامور عشان نقدر ان احنا نشتغل وننقذ ما يمكن انقاذه. يعني كمان مصنع اللي صالح منهم اللي يشتغل ويتم تدميره كمرحله اولى. طب والباقي؟ الباقي انا عندي 600 مصنع من المجموعه اللي انا قلت لحضرتك عليها اللي هو قطاع عام يا شركه بتاعه استيراد وتصدير. في امكانيه ان ممكن ادوره بعد 40 مصنع، هل في مثلا لازم ادرس اللي بعده، يعني اشتغل على دول تاني. فلوس ممكن ما تكونش كتيره، العدد ممكن ما يكونش كبير، انما احسن لي بدل ما اروح اعمل ده واعمل ده واعمل ده واعمل ده واغرق، ان انا اجرب في مجموعه بتمويل قليل عشان اجرب الاليه لم يتم تجربتها مسبقا، آلية جديدة تماما ما تعملتش في مصر قبل كده، يبقى محتاج ان انا اجربها بفلوس قليلة على عدد قليل، نجحت يبقى نقدر ان احنا نتكلم بعد كده في اعداد اكبر من كده ان شاء الله. سؤال اخير، الصناعة تمام اللي بتبحث عن الصادرات وازاي نستفيد من الفرص التصديرية في الفترة اللي جاية، احنا عندنا تراجع في الصادرات في الصناعة على مدار 6 شهور اللي فاتت او السنة اللي فاتت بشكل عام، كنا حابين نعرف حضرتك لو روشيت القصة دي ازاي نعالج الأزمة دي؟ ازاي ننمي صادراتنا؟ نمي صادراتك عن طريق حاجة واحدة ودي آخر حاجة هقولها لحضرتك ببساطة، يعني انتج المنتج اللي السوق عايزه مش اللي على مزاجك. للأسف الشديد احنا في أغلب الأحيان بينتج المنتج اللي أنا حابه وشكله عاجبني وممكن ما يعجبش أي حد في السوق، فبالتالي أنا بنتج المنتج ويفضل قاعد معايا. ويمكن أقرب مثال عدد من العارضين، وده كان تعليق المهندس طارق في الزيارة بتاعته، مشكلة إن أنا بنتج المنتج على ذوقي مش على ذوق الزبون.